انا والله العظيم الا فان ديال بنسنس، قولها لكم في الدراري علنيا، انا فان ديال جوج الناس، ديال كريستيانو رونالدو ديال بنسنس، وكنخاف منه. يا وزعما تينا كتهضر كتخافشي منه، كتهضر زعما راه شاد راه بدر هاري يهرب منه هذا الزبي هذا، كيفاش خواف راه حمق. والله لا كملت دابا شو عقلك كيفك دابا، انا عمري نمشي لهنا بعد هادي ما غنمشي تما بعدا اصلا، ولكن خايب شي نهار مثلا عندي شي دور فيلم مع انجلينا جولي غادا تشلقمني في هاد البلاصه، خصني ضروري نمشي نديرها. انصفت الخوه ديالي بالنسبه 5000 درهم دابا في السياش. والله تندونيتي ليه تخافي موت تقولو زعمتي شنو لي صداع ولاد القح. السلام عليكم الدراري ديال اليوتيوب، راه غتلقاو واحد ليان ديال ستيك وغادي تدخلوا كود برومو فودكا فانكي ماجيسكول، غتلقاو ليا هنا لتحت، غتلقاو في الكومونتير غيكون هو الاولاني، ومورها اجيو الستريم ديالي في كيك غتلقاو ليا حتى هو لتحت. اللي دخل كود برومو ديالي الدراري كيجي الستريم وكنبدا نعطي التيبات كل مره، فهمتي؟ باش كنكون رابح فلوس كندخل الدراري وكنعطيهم التيبس. تيبسي كنعطيك 20 دولار 30 دولار كنصيفط لك في الكونت ديال ستيك غير الناس اللي مدخلين الكونت برومو ديالي، وكيعطيكم بونيس ديال 200% الا شارجيتي اول مره اكثر من 50 دولار. دونك الدراري نخليكم ليان ستيك هنايا لتحت، وليان ديال كيك فين كنطلق ستريمات. دونك اللي كيعجبو حتى الرياكسيون طوالين وبغى يتفرج لي رياكسيون داكشي يجي يدخل الستريم ديالي الدراري. كنستريم يا الدراري كل نهار ما بين 8 و 10 الليل، صوم على 10 الليل كل نهار الدراري. دابا ندخلوا عند الخوه ديالي بالنسنس. صباح الخير الدراري. ياري كيخلع ياري، كنت غير كنت مكلاشي مع هذا، هذا ما قلتش نكلاشي دابا هذا شدك الزبي هذا في الخلا، وامين كيخرج لي السبع ما يخرج لي شي هذا الزبي. سير باهي شغادي دير اليوم ياكل؟ سمحوا لي تعطلت عليكم. شنو راه ياكل شي بنادم؟ راكم عارفيني الا ما كانش فيديو ناضي راه ما غاديش. تعطلتي علينا بزاف حيت كانت معاك العطه، ما تقوليش ان الخاوي سمح لينا وداك الشيء ديال الكشخه اش ديروا لينا عشيري. تعطلتي الخوه ديالي زعما فهمتي، كان معاك عطه الخبز كان معاك باش تضربها انزين بلا ما تبقى تهدى علينا الخوا ديالي. شو باين شبعان شبعان بزاف الخوا ديالي في اليوتيوب واخا الله يجعلها تكون 8 شهور 7 شهور ما عنديش مشكل، المهم انني نجيب فيديو ناضي ولا ما تحطش. دابا شوفوا الفرق من هذا الفيديو والفيديو قبل تيبدا قاصح. السلام عليكم الدراري، اليوم الفيديو غادي نمشي لهاد البلاصه انزين، ودابا مع شبعان طبونو بزازل وما الدري كنموطي الفيديو شوف راه غلط. شوف الدراري راه الحلم بزازل راه تيغلط. اليوتيوب قال لك اليوتيوب بان الفيديو خطر، صنفو قال لك من اخطر من الفيديوهات الخطيره وما يمكنش لك تحقق فيها الربح، ما غتخلصش عليه. صافي فاش غندير عليه الرياكسيون سمعتها ايهاب والاديتور عندك توري داك الشيء الخطير ما تسقوا ما خلصش الفيديو. سمع زيني حيد لك الشيء اللي خطير خصنا نفهمو، خلي غير داك الشيء العادي. الدراري ما نطولش عليكم ندخلوا في الفيديو. سير حبيبي دخل. شوف النظاره ديال الناس القدر هنا، هادي تلبس الى مكتبي. عرفتي هاد لوبيرج هذا باش زوين زنطارة بحال هادي تلبسها. دابا الدراري راه الناس مطورين اللي تيمشيو صحيبتو لهاد البلايص. انا نقول لكم علاش، دابا هاد البلايص هادو تديها كاينه غير الطبيعة والحوا، ما كاين لا لي بواط ما كاين لا قهاوي، كضرب الدجاج بالتغميرة والفريت والطبون وكوكا، وكيكون مع الجو مزموط كيجي بالزملة فهمتي، الجبال وديك الطبيعة راه تجي بالزملة فهمتيني كدي لها. شي واقيلا ما نقدرش نقولو يا حيد هادشي من يوتيوب يا حيد الرجلين ديالك الربيع ما غيتفقد بفعل انت خصك هافايناس. شو ديك جوج رجال مصورين زوامل لا اويلي شكون اويلي ما غيتفقد بفعل هادوك صحاب خصك هافايناس كيلعبو كورة كيلعبو كورة خصك بديلة صندالة ديال 400 درهم جن درهم السوق غضرب لك الكورفي هادي راه سنسلة هادي هادي سنسلة هادشي غادي نجبدو واخا مول لوبيرج ما عارفينش انني غادي نجبد هادشي ولكن راه يستحق راه غادي يزكى دونا هادشي هذا هو الحقيقة ديال جدودي كانوا كيلبسوا بحال هكا ولكن راه تقدر تلقى الحجر راه فيه الطاقة فهمتيني كانوا كيلبسوا فيه الطاقة فيه القلاوي وغنوريكم لاطيراس كثير راه الحماقة بالهبال هنا بدون ويفي بدون كونيكسيو تعيش الحياة داكشي اللي قلت لك ما فكرت فكرت شي حاجة اسمع اسمع كتجي لهنا عرفتي هاد البلايص شحال زوينين هادو واو واو لا بلايص كيمشي لهم واعرين فين شات هاد البلاصة هادي فين هادشي الدراري عاونونا شوية اخوتي اللي عندهم علم نستافدوا منكم جات في زكوك واو ازيلال فين جات ازيلال في اي منطقة عارف سمعت بازيلال مي ما عارفش الخريطة المغربية في طبول امك حتى انا اليوم دلق كنهضر لكم على هاد الشيء ونديروا هاد الشيء زعما نهضروا ونديروا رياكسيون نستافدوا الخوا ديالي بالناس ناس ونتفرجوا ما يصلحش معاكم هاد الشيء انتوما اللي طلق لكم اكس اتش بدو زبوباتنا ونبداو نكف الله يسامحكم واو لا مندار واو ماي جاد ولا منظر هذا برا لا بلا يسوى على مشى لها هادشي
اللي ديال الحواد بلاصه عندك كلشي كلشي مفرط. فالعقار بهاد البلاصه لا كيكون هنا الجو سخون ولا بارد. جابونا الدراري في التعاليق شتوني شتوني استكشف البلايص اللي معروفين. شوف هاد البلاصه هادي ما معروفاش اصاحبي سميتها الترغه. دابا نحط لكم الترغه البلاصه فين جات يا انت كاين الكيميتش قسم بالله الا كاين شي واحد البال شنو الناس فين عايشه عايشه بالحجر الطرا ها عمو لو بيج راه امشي انت. السلام عليكم. شحال تقريبا في عمر هاد لوبيرج هذا؟ ما فهمتش. تبارك الله والله الناس الهيبه والله العظيم. لوبيرج شنو لوبيرج بالعربيه؟ كون سولت قلت قالوا هي الدار. حتى بالنسبه استعلمت هذه الكلمه عاوتها 300 مره لوبيرج نقول كتبها ما تعرفش تكتبها. هاد الدار هادي شحال عمرها؟ انا شكون عرفت حشومه كيضرب الشلحه؟ لا 30 عام هكا 30 عام مقديمه جديده مقديمه تبارك الله هذا اللي قديم هذا شحال عمره هذا؟ هذاك ما نعرف نهار تزاديتي وانت كتشوف تبارك الله. شحال عمرك الحاج؟ لا انا 86. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. لك راه انا اللي بنا شي من يا ربي ضرب شي برق دابا يا ربي يا ربي يا ربي كيما كتسمعني دابا يا ربي ضرب شي برق يا ربي. ما شاء الله اسمع البرق. اذا كاين الصاد من هو معري كاين الصاد غير عاوتاني هاد القلاويتي تعرف في الصاد في البرد في الخريف لحمو بحال ديال الكروكوديل والدلق ما كيجيش البرد ماشي كيجي لا صاد لا برد الشتا عريان برمائي هاد القلب. الناس كتموت في الصاد في مراكش بالبلاد بالنسس عايش في شرجون. بلاصه واعره البرد راه عارفين البرد راه متيقينك القلاوير عاد قلتها الكروكوديل الخوا ديالي لاكوست ولكن راه مقوده هاد البلاصه راه ما كاينش ديك الحاجه اللي كتمتص مايمكنش ما كاينش ديك اش كيقولوا لها ديك اللي كتمتص الرعده فاش كتكون الرعده هابطه بلاصه ما تجي لك في السوا ديالك وتحرقها لك كتهبط كطيح في واحد العمود اللي تيطلع معاك الرك سمعتي داك العمود هنا ما كاينش دونك الصعوبه وهاز ديك الحديده دابا ديك الحديده اللي هاز هو دراري واخا تشوفوني هذا راني قاري انا كنت لاش طابون ديما شي واحد راه لي دوكيومونتير زبيو واليوتيوب فهمتيني فهمتيني راه دابا ديك الحديده اللي هاز علاش نضحكوش حيت تهضر بنيت دابا الحديده اللي هاز ما كايناش ديك لاماس الحديده حدا اخرى كتكون طويله تضرب فيها الرعده باش مابقاش تجي في الناس دابا هو هنا في خطر البغل ولكن ما كيفهمش انا راه مساين راه صعيبه هادي اللي داير دابا هو عاد كيضرب الزبي ولا البراق ولا ماشي تقولوا الطاب وهز الحديده هايده راه ضربه ولكن دابا انا جوج الحوايج يا اما عنده الزهان يا اما الرعد كيخاف منه وحده من جوج. شري الفيديو عرفتي هاد الماء شحال كيكون بارد. واو الدراري فاش تكونوا في شي بلاصه في هادي وتفكروني فاش غاديرها غتفكرني غادي تغطس حتى القلاوي كيقيسوا الماء ومورها قيس قلاويك تيوليو بحال ديك بحال الحجره ديال الكولفازير تيوليو قاصحين القلاوي. انت كذابتينا عندك طابون وكتهضر دابا هادشي اللي كنشوف انا راه بحال تشوفو نتوما اجدي والله راحت البال. بغيت نشرحها لكم علميا دابا القلاقل ديالك خصهم يكونوا في واحد الحراره معينه دونك فاش كتكون سخونيه القلاقل ديالك تيطيحوا تيتجبدوا فهمتي تترخف هذيك علاش باش تخلي القلاقل في واحد الحراره في واحد دوغري معين فاش يكون البرد تيتجمعوا باش يحافظوا على الحراره ديالهم. تخلع الناس البطاقه وغادي ندير زعلوله غندير دابا هما مصابين بقطيب ياك دوك القطبان ريحه مصدين غندير زعلوله غندير غنزلول اللي ما كيعرفهاش دابا غنطلق انا حنا تنعرف زعلوله حنا عارفين الزعلوله اللي كتهضر عليها ولكن الزعلوله ديال بصح راه خصك تعرف شنو هي الزعلوله بالنسنس ديال الزعك تعرفوا وين الزعلوله كتعرفوا هذه اللي غايدير ولا الزعلوله وا فين واقف هذا واش هادشي كيتمشاو منو الناس راه هما اللي ساكنين هنا راه بعض المرات كيمشي يجيب 10 دريال ديال التيد ولا يمشي يجيب مثلا الخاص ولا كدا كيضرب هذه ايزي مزي انا هادشي راه ما وصلش ليه انا هادشي انا راه عندي الفوبيا من العلو عندك هادشي والطياره والركان والعود هادو اربعه بهم هادو ما عمري ركب فيهم الرتيلات واش حال كنخاف من بزاف الحوايج ما يمكنش نديني الغابه نولي لك بحال القحبه سبراي والناموس وزبي كنحس بالحراره
الكاميرا. ناري ناري خلع الحلبة ويخلعني. واو 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 تقلب الكاميرا تجيب لي الله غيطيح. احسن بلد في العالم هو المغرب. بغيتي البرد اطلع البلاصه ديال البرد. بغيتي الصاد هبط البلاصه ديال الصاد فين ما بغيتي تمشي. والله احسن بلاد في العالم بصح خصها غير شويه طرش. نجي ما كان يلا شي جديده شات هنايا تزلق طيح. بقيتي تما معاك غيجبدوك برو. هنا هنا انا يجبدوك هنايا هيليكو ما عرفتش. السياح المغرب يعطيهم واحد اطالوك بحال دوك اطالوك الديور ديال اللي كيتباعوا في الدوحه. كيفاش يعطيهم اطالوك يوريهم الخريطه يوريهم البلايص السياحيه اطالوك يوريهم البلايص السياحيه فهمتوني. اللي غادي يوريهم بلايص سياحيه اتولي السياحه في المغرب انا من ثالث الدول ولا رابع دول في العالم. والله بصراحه المغرب عندنا فيه سياحه زوينه ومي هادي ما يمكنش يهزب يعني. ولكن واسعة شوية ولكن ما نطلعش هنا لهذا الشيء برو. دابا انا راسي تخيل دابا يجي شي زنزان وتخيل هذيك طيح راه ماشي زعما راه كتبقى تخيل الزبي وتخيل طيح لك شي حجرة من الفوق. ها راسي عقلي ودلق راه ماشي انا راه عقلي. دابا انا مثلا نقدر نمشي ولكن عقلي ودلق حبك يعملها لي حتى في الطيارة. ناري وتخسر شي رويضة ناري ويحبس الموتور ناري وتضرب شي رعدة تبقى راسي ودلق حباتي يفكر هيدا ناري شوش كيدير زبي هذا شوش دير وانا ماشيش قلقل ديالي تترعدو جالس هنايا حيت نتفرج في الخاوة ديالي كيجري هيدا في الصخر. تينا راه رجليك تترعدو راه ما هي والو فهمتي. انا راه هنايا وقلاوياك تيتنملو عليا يا زبي. والله العظيم خصكم تنوضو دير واحد المبادرة. والله وزارة السياحة خصها تنوض دير واحد خطوة. كيفاش دير واحد الخطوة؟ انا راه درت خطوه هنا جي حويني. انا راه كنت خدام في شي وزاره ولا شي قلاوي وهذا الشيء دير فيه خطوه درت خطوه حويني. فاش غيبني لك السفينه شنو تكركب طيح اللي غيموت الاول شنو غتبني لك انا الزبي. راه صافي راه داير لك الخيط تما تزعل الفاز. انا بعدا ما وصلش هنا انا تعطيني مليون الزبي تعطيني مليار ما مشيش هنا القلاوي درهم. ولكن كاين الناس اللي كيعجبهم هذا الشيء. انا خصيصا كنخاف مثلا نمشي لذاك لوبيرجيه نريح تما الطبيعه نشوف فهمتي. اما ديك التسلق وكدا وكاين الناس اللي كيعجبهم هادشي. كاين الناس مثلا كيعجبهم هادشي كاين اللي كيعجبو يسورفي كاين اللي كيعجبو يتمس بنادم مسطي فهمتي يتلاح باراشوت ويطلق باراشوت وكاين اللي مسطي كثار منو تطلع في ديك اللعيبه اللي تتنفخ. هذيك عمري نطلع فيها انا هذيك فهمتي. الخوه ديالي داكشي ما اللي خليك تخليها زبي. انت راه كنمشي للبحر انا زبي تنعوم وحاضر الركا تنغطس تنخش تجري. تخيل هادشي شكون اللي قال وهاد ممر شكون اللي قادو؟ شكون؟ يا سلام يا ربي هادشي ريسك هنا في غادي الناس يا ربي رجع لدارنا بخير على خير. فين هي الناس؟ فين تنعس الزبي؟ ما يمكنش كيكذب. واا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 ا
امشي في حالي يا زبي انا. هذا احمق. لا هذا احمق كيفاش خواف راه احمق والله. لا كملت دابا شو عقلك كيفك دابا انا عمري نمشي لهنا بعد هادي ما نمشي ثم بعد اصلا. ولكن خير شي نهار مثلا عندي شي دور فيلم مع انجلينا جولي غادا تشلقمني في هاد البلاصه خصني ضروري نمشي نديرها. وجاو كيصايبو كدا وصلوا هاد اللقطات بالنسنس هنا اش غايقول لي عقلي. تخيل دابا فاش نقز غير تشققات وتهزت من انا من تما وطاحت. ايه ايه هاي تشققات دابا وتشققات اويلي كيتبون بهادشي. شوف شوف ما صحيحش والله ما صحيح. آه الله يسر وصافي والله الله يسر مع الله يحفظ. واي يا 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 كيمشيو حتى للجهه اخرى هاد الناس مسطين اللي تيجيو هنا ماراطون كجلو بغيتي جلو بغوني في الحر بغوني في الماء بغوني تحت الشباب بغوني. دابا كاين اللي كيعجبو يجي هادشي الا جيتي تشوف زعما الحياه سيدي ربي عطى لكل واحد العقل ديالو. كاين اللي فريمون تيعجبو يجي لهادشي. دابا ما كيجيوكمش الناس اللي تعجبهم هادشي كيكونوا شويه مزنزنين ياك ولا حنا تنبانو لهم مزنزنين. دابا شكون اللي مزنزن التسلق وكتلقى دفارو فهمتي قاصحين يسلم عليك ترتق لك يدك حرشين ما يقدرش يكفت كيكونوا صحاح ما يقدروش يكفتوا الا كفتي حرد الزبو قاصحين يدي بحال هكا غير تحرش. دابا تيعفط عليها باش يشوفها واش قاصحه ولا لا باش ينعس فوقها تما ويلا دار
يمكنش يبات هنا في الليل هيدا ما يلبس ما والو ناقص ألف صافي هاد القلاوي صيفطوا للمريخ يعيش الزبيره يتنفس السما هذا اسمع دايرين واحد الدوريه كيشوف واحد ربعه ديال لي بيلوط يصيفطوا من المريخ واحد الميسيو يمشيو ما يرجعوش هذا يمشي يرجع المركبه ما ترجعش هو يرجع على القلاوي انا وصيكم وصيه الا طرات ليش بلاش بلاش دابا هو غيوصيني تينا ما ناخذش منك الوصيه انا اخر واحد ناخذ من عنده الوصيه هو تينا هذا هو اللي تيتلاح في الماء كتلقى عامر بالركان وعالدور كان طار لي رجل راه غادي برجلو هذا القزره ما كاين والو ما تخافش اول ما كاين الحد لا ولا ما تخافش راه ماشي جر ما والو هذا البحر هذا راه ساهل هذا راه ما كاين والو ما عرفتش عمرو سير نصيحه نسمعوا النصيحه ما ديروش بحالي راه ما غايدير حتى واحد بحالك غادير حتى هذيك واحد كتلقى مثلا المغرب فيها واحد ثلاثه المسطحين كتمشي لالمان تلقى جوج حمقين حومه قزبي بحالك كيجيو لهذا الشيء هما راه كاين الطبيعه زوينه انا راه نمشي ولكن ما نمشيش لهذا الشيء هذا راه كاين واحد 100 واحد في كره ارضيه كامله مسطح ما تيموتوش اخو ديالي ما غطر لك والو اسير مشيت عند الله ما تضحكوش عليا الدراري دوك الصفحات اللي كاينين في انستغرام لا ما نضحكش عليك ولكن ما غيمكن حيت متي ما يمكنش نضحك عليك انا بعدا انت متي ولكن كاين شي ولاد قحوه يضحكوا عليك صراحه يا. ولكن راك ما طحتي ما والو حيت الفيديو تابلودا فهمتي كنت حكرت تكون تخسرات الكاميرا ياك راك ما طيح ما والو دابا سير تحوا كمل لينا الفيديو زبي هو بقى كيطير طير تجاب في راسو ولا حشومه بحمكك قدروني قدروني اش راه كنديروا على ما بغيناش شي حاجه طرا لك خايبه اخويا ما بغيتش شي حاجه طرا لك خايبه انا ولكن انا استحقت الدراري استحقت زبد جي واش كنا كنحرش فلوسي فلوس حلال كضحك اجبت مليون الدراري هادي شريتها ب 50 درهم وما 70 درهم ما عرفتش بالضبط حتى ديك شحال هادوك باغي ندير هاد المغامره ولكن كان فهمتيني كان مره كيقول لي واش غينعس معلق لحظه لحظه هذا راسي ما غادي ليا والو هذا كتعتمد عليه حياتي شا هو تقطع الشيء يا ربي وهذا هو اللي شاد هذا وهذا بحال دابا هذا الا تسرسب مشى هادشي كامل برر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 
صافي غادي نطلق الكره ديالي ونعرف كيفاش هاد الادرينالين راه بليا. علاش دابا الدوبامين وهداك دابا الدوبامين هي الاساس ديال البليا. كاين واحد كينفاه باش يفرح، كاين اللي كيتحشش باش يفرح، كاين اللي هادشي تيفرز ليه ديك الماده الدوبامين. خاوه ديالي اش نقول لك، راه كاين كل واحد فين كتجي الدوبامين، ها هو كتجي الدوبامين هنا خويا. اللهم الحشيش ولا هادشي عبد الله مع الوحده. انا نطيح من هنا نموت قبل ما نقيس الارض بالخلع. واش غيتعلق لتحت؟ لا كي غيت لا واش غيتعلق؟ غيتعلق ما بين هادوك الحديدات. لا ما يمكنش، لا ما يمكنش، ما يمكنش يبرا. تقدروا ديروها نتوما. كاع لي كتب الله ينعل الكذابه ديما. ليش باش ولكن ما فهمتش علاش يوتيوب عملوا له ليميت. ما فهمتش علاش يوتيوب الدراري عملوا له ليميت. نورمالمون ما خصهاش شي، ماشي زعما باش ندير شي حاجه كتادي بالخاطر، حيت كاينين الناس كيديروا بزاف الحوايج. هادشي اللي تيدير الدراري ماشي خطر، هادشي راه ساهل. هادشي اش راه نديرو انا اي زيبرا في جي تي اي؟ لايك لايك اصاحبي، لايك ما تقدرش دير ليا لايك. انا لايك ساهله ساهله اصاحبي، لايك اصاحبي ديروا لايك الدراري. والله كونتنت يونيك هذا. انا والله العظيم الا فان ديال بنسنس، قولها لكم في الدراري علنيا، انا فان ديال جوج الناس، ديال كريستيانو رونالدو ديال بنسنس، وكنخاف منه. ياه وزعما تينا كتهضر كتخافشي منه، كتهضر زعما راه شاد راه بدر هاري يهرب منه هذا الزبي هذا. ترى السبع هذا هو اللي تمشي تحيد، كتلقى السبع واكل الغزاله وتمشي تجري على السبع وتدي له الغزاله. اش عندك مدوخ الزبي ولا تينا صحح من السبع الزبي؟ امريكان او بيور فار مان مان كريزي يا او مغربي ولا مغربي. بغيت نقول لك الله يتحمق على بقى تيجيو في راسه. هذا هو المشكل، كره كشف اوروبا وامريكا كره تعوات، كره داروا لي طاقم تقنيه. عنده الحق 100% 100% عنده الحق في هذه. شاد الدراري اقسم بالله وبالنسنس، وكان كيضرب دوك الفيوز هنايا في امريكان، وكان كيدير غير هذا الشيء هذا المحتوى في امريكان، كره داروا له الشو ديالو ازبي بالطاقم التقني بالقلاوي ديالو كامل. ياس وغيديروا شي قوه كبيره وما صعيبهاش بحال هذا الشيء.
راه شري تيدير مقود. اقسم بالله وبالنس نس الدراري كو كان هنا في امريكان right here right now دابا يجيب الناس نس امريكان دابا اللاقي مع بنادم يدير له هادشي. I swear god حيت عنده الباجاج السيفي ديالو عامر ما يحتاجش يقول له انا تنتعلق يوري ثلاثه الفيديوهات غيدير له هيدا. اقسم بالله الدراري I'm serious he's right. هذه الحاجة الوحيدة اللي عنده فيها الحق. هذا الفيديو كامل كاملين غادي نحط الكاميرا هنايا كي غادي نحط الكاميرا كي غيدير يهبط مصيبه مشكل ناري ويزلا هكا باش ما خصنيش نهبط بالكاميرا ويديا بيد وحده فهمتوني خصني علاش كان باغي يهبط بيد وحده خصني نهبط بجوج يدين هاد العصا غادي لها بحال هكا انا خصني نسد لي يدين وما نهبطش نخشي هنايا كيزا وكاميرا غادي نخشيها في الجيب هنا واش حل واعر على جهد وانايا كنكون غادي مع الطوفو نديرو فلوغ نهز الكاميرا ونديرو فلوغ كنقول واه زبان خارج نعيش واش انا نبقى خارج وهز الكاميرا وكندابزو على شكون غيهز الكاميرا شكون غيصور واه على جهد واه عبد بصح يا ربي تسهل عليا تخلعت كسحاب لي غيدير ديك اللعبه ديال هكا عرفتوها ناري يخلعني وحق الله العلي العظيم كنت غنقول صافي كنت غنسد اللايف وغنقول هذا 100% مسطي يا ربي تسمح لي اخر فيديو في حياتي اول حاجه غادي ندير هو انها غنشد الشكاره ياك غنشد الشكاره عندي نحمك باش تبان عباد الله باش تلبس عند الله الشكاره يشوفوها الناس متيني تولي بحال شي علامه ها ويلي وحدي ناري اويلي وحدي اويلي دوخه في دوخه دراري والله شي واحد فيكم يحط يدو على قلبي حتى يسمع الديجي ما خصش عطس بيك دبليو زيد قول لي شي غيتزعل زيد والله حتى مستي خوا ديالي ما عندوش العقل مره والله حتى احمق هذا مترش هذا 100% هذا مترش هذه هي مترش بصح تقول لي على القادوس ولا ولا شجاعه صراحه ماشي هذا فينش ما كتعرفش الشجاعه زعما لا ما يمكنش غير نعسنا انصفت الخوا ديالي بالنسنس 5000 درهم دابا في السياش والله تنضونيتي ليه تخافي موت تقول له زعمتي شنو لي صداع ولاد القحا عندوناتي ليه باش نسيبورتيه مسكين ذات سيت حيت الفيديو ما غيضربش ليه الفيوز ماشي على حيت هادشي اللي دار سمع المحامي ديالي راه ولا عندي محامي الناس بداو تيدعيو فيا راني وليت مقود انا ولا عندي المحامي تحت تحت شدو فتح عمل هيدا و الدراري تقدروا تاكدوا راه الاي دي راه الريفيرونس راه كلشي راه الريب راه كلشي مقاد تما فهمتي وكما كان صح حتى شي واحد يدير بحالي راه وليت كنشوف شي وحدين معلم هذه اللي كنت كنتسنى يقولها زعما الصراحه جود معلم ما عمرك تنصح الناس يديروا بحال هادشي حيت هادشي برو راه ما تيديروهش كلشي هادشي كيكون خلاو لنا الزمان كيكون معطيلك فهمتي دابا بحال الكشخال بلاصه فين ساكل تعضهم الحناش فهمتي تيشطحوا القروده وداكشي هادشي معطيه فهمتي بحال جينا دابا معطيلك هادشي هذا تيدير كلشي عاد فكرت لا حتى واحد عضو الحنش وعضاته العقرب وكل السم ديال داكشي توا يدادس وتيعوم بحال قلت لكم كروكوديل خانا كروكوديل تيعوم تيعيش تيطير تيسبح تتنفس تحت الماء تيجري تياكل كلشي ما تيخافش ينعس بالليل لبسه وحده الشتر عند الماء الذهب الزازوارات كلشي كلا الحراس الحمار العقارب تيعضو في زكو والو هي لازم داي قد مشيني انا ماشي انسان انا ماشي وحنا ديال عارفينها برو راه واش كيسمعني تتجاوب معايا كنشوف مصاحبتي انا كتجاوب معايا واش تسمعني 60000 كومونتير كل كومونتير جميل 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 والله حتى غادي تشوفوا الاخر علاش انا كنتعط دابا انا نسيت راسي فين انا فين جالس فهمتوني يلا لقيتيني وهذا تيسمعني ولف يلا قلتها ولف برو ولف سمعتو بحال واحد التقطيع ياك لا نبقى شويه ويلي الموت كنا غنموت ويلي انا نخاف منه غيطلع سمعتو ديك طق طق اذا ما ربطش اللعبه مزيان خصني نرد البال
حيت دقيت في راسي وفي دماغي فهمتيني صيفط واحد الاشاره ان سمعت ديك طق طق سمعتو ديك طق طق واذا ديك طق طق راه قالت لي طلع في حالك بارك عليا الدراري باش نهبطكم للواد تشوفوا الواد ما شاء الله تبارك الرحمن نشوف شحال بقات كيفاش تهبطنا نشوفوا الواد ايوا جمع كرك اخويا حتى داكشي اللي متكي عليه راه بان لي في الشكل فهمتي كيفاش تهبطني للواد حبيبي جمع راسك احترم راسك الله يجازيك بخير الا الشرف الا الشرف فيا ما طلعت حتى ماشي تغفر يا الله تعالى بربي راه غفر الرحيم خصني نبقى نقول هذا هذا ما طلعت حتى نشوف حتى العروقه ديالي تكوانسه وراه حتى انا زكيت تكوانسه صحتك بالنسبه نصابرو يو ديزيرفيت اخويا والله انا ما تسحبليش في الاول كنت بغيتي الدوناشن انت كتبوا لي الدراري في الشات ماي جاد يو برو اي لاف يو برو انا اصلا كتفرجنا وكتفرحنا كنشدو معاك حنا ستريمرز الوقت فهمتي والله ام سيريس هيز ا جود جاي انا الواحد يكون جود نقول لك جود يكون ود القحبه نقول لك ود القحبه